يا صباح الخير عن جديد. وصلنا لأولى فقراتنا. يعني بكثير من الأوقات بشكل الضغوط والمشاكل العائلية تأثير كبير على نفسية الأطفال وتوجهاتهم أو حتى طريقتهم بالتعامل مع البعض أو مع المحيط الخارجي. لكن الدراسات العلمية قالت أنه 60% من العائلات يلي بتصير فيها مشاكل بشكل مستمر بصير في تشتت للأطفال بنسبة أكيد رح تكون كتير كبيرة. تماماً يا ماريو، بفقرتنا لليوم رح نتعرف على أبرز الضغوط والمشاكل يلي ممكن تصير بالعائلة وكيف ممكن تأثر على الأطفال وعلى الناحية التربوية وحتى النفسية لإلهم، وكيف ممكن نعالج هذا الموضوع. رح تكون معنا لحتى نخبركم كل هالأجوبة والتساؤلات الكتيرة يلي ممكن يطرحوها الأهل ضيفتنا مدربة التنمية البشرية حنان الحمو. يسعد صباحك أستاذة. صباحاً. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية أكيد كل اثنين بيتخانقوا وبصير مشاكل كتير، ولكن اليوم في بعض الأشخاص كتير بتزودها. بيجي الطفل على عائلة مليانة مشاكل، فهذا بيخلق ولد انطوائي، ولد عنيف، ولد ممكن بيخجل، ما بيقدر يتعامل مع الناس، ليصير للمراهقة وأكيد بيأثر عليه بالصيبة. خلينا نعطي أمثلة عن بعض الضغوط والمشاكل يلي فعلا بتأثر على نفسية الطفل ووضعه إن كان بمدرسته أو لما بيكبر بشغله وبالحياة. هي أهم شيء عنا هالنواة الصغيرة اللي هي البيت، الأسرة، العائلة، هي ملجأ الإنسان، هي ملاذه، هي الدفء، هي الحضن الدافي، هي كل الراحة. وقد تكون المشاكل من جوا فصار كتير صعب، نحن وين بدنا؟ بهالأثناء نحن بنطلع أنه في ضغوط عنا داخلية وفي ضغوط خارجية. طبعاً. الضغوط الداخلية المشاكل بين الأم والأب، المشاكل المالية، إذا الأهل هالسكنة مشتركة مثلاً هي بتعمل مشاكل، إذا الزوجة بتشتغل والزوج بيشتغل هي كمان بتعمل نوع من أنواع الضغوط على العائلة، إنه بدنا نحط الولد، الانتقال لمنطقة جديدة كمان بيعمل ضغوط، تغيير بيئة العمل كمان بيعمل ضغط، فعنا كتير أمور بتساهم بهالضغوط اللي نحن بنمر فيها. إضافة لأنه الوضع العام وقت بيكون الوضع العام مثل هلأ اللي عم نعيشه وضع عام صعب على الكل. صح. وفي ضغوط مادية على الكل، فهذا بيأثر أكثر، وأكيد مين اللي أكثر شيء بده يتأثر هو الطفل، لأن هو هالعجينة الصغيرة عم يشوف وعم يشوف ردات الفعل الأهل، عم يشوف تصرفاتهم، عم يشوف تعصيبهم، فهو مثل السفنجة عم يغب كل هالأمور اللي عم يشوفها. وبهي الحالة أنا كأم وأنا كأب وكعائلة، نحن قادرين أنه نضبط هاي التفاصيل أمام الطفل؟ نحن غير قادرين، ما فينا نكون مثاليين جداً، لأنه مثل ما قلتي ممكن نحن عايشين بغرفة ضمن العائلة الكبيرة. طبعاً. ممكن نحن مثل ما قلتي ضائقة مادية هي عم تمنحنا أنه نحن نأمن لهذا الطفل كل الاحتياجات الخاصة فيه، فين نخبي عنه وفرجيه لحتى يكون هو حياة سليمة وما يتأثر نفسياً وما تصير تفاصيل؟ هلأ مثل ما بديتي أنه في أمور ما بنقدر نحن نكون إنه المدينة الفاضلة ولا نحن عايشين مثاليين مثل ما بنشوف باللوحات، لا هي مو هيك الحياة، فيها مشاكل. كيف بيتم التعامل؟ نحن بنشوف هلا الطفل الصغير من وقت ما بيخلق عندك لعمر خمس سنين. هذا هالطفل هون يعني ما قد ما حكينا له ما رح يقدر يستوعب حجم المشاكل اللي عندنا، فنحن بدنا نحاول إنه بطريقة لطيفة بطريقة لعب نحن عم نلعب نحن وياه نفهمه إنه الحياة فيها أيام نكون تعبانين، أيام نكون مو قدرانين، أنت بدك تربح، مرة بتخسر، من هالشغلات البسيطة بتكون عنده معلومة للحياة بشكل عام، وقت بصير نقاش بين الأم والأب، لأن هلا هذا الجيل اللي جاي جيل تراكمي بالمعلومات. صحيح. من أهله وهو طالع، فعنده في مخ مفتح بيقدر يستوعب الكلام، فنقدر نقعد نحكي معه إنه نحن لأن في شغلة عند بابا بالشغل، أنا بالشغل في عندي مضايقة، أنت شايف إنه نحن مثلاً فرضاً نحن بغرفة واحدة، أنت حابب يكون عندك غرفتك تكون لحالك، فنحن هي عم تعملنا شوي هيك تعبانين متضايقين، بس نحن منحبك ونحن عم ندور على شيء حلو إلك، فدائماً نغلف القصة ونمرق بيناتها إنه في شيء لصالحه وهو بالدرجة الأولى، نحن كرمالك، نحن عم نعمل شيء، ودائماً ما نكون غضوبين قدام الأولاد، بدنا نغضب، نحن بشر، بس ما نحاول إنه نمتص هالغضب قدام الأولاد، وما نحاول نمثل حتى بالضحكة، خليها تطلع من قلبنا، ما لنا قدرانين ماما أنا هلأ مشغولة، أنا هلأ عم هيك عم فكر بكم شغلة،
اقعد شوي رسوم، انا هلا برجع بلا، اعطيه وقته، وقت بدي اقعد معه اعطيه كل يعني بروحي وبعواطفي بمشاعري، كون معه، حسسه انه انا معك 100% حتى يحس بهالامان وما يصير هالتشتت اللي بعدين بيصير معه. تمام، اليوم يعني مو كل العائلات تتصرف بهي الطريقة أو بهي اللطافة، وممكن تكون الأم لطيفة وممكن الأب يكون لطيف. كيف اليوم الأم بدها تتعامل مثلا إذا كان الأب هو من النوع اللي بيضرب وبيكسر قدام الطفل وما بيسيطر على غضبه، والحالة عكسية إذا كانت الأم بتصرخ ودائما بتعيط والأب ما في سيطر. اليوم يمكن الأب يكون لطيف يجي لعند الطفل يقول له بابا أمك معصبة وإلى آخره، والعكس صحيح، ولكن مو الطرفين بيتفقوا على هذا الحل. كيف نتصرف بهذه الطريقة؟ قبل كل شيء بدهم يتفقوا الكبار، لأن الصغار ما ذنبهم يتحملوا مشاكلنا والضغوط الكبيرة، وما رح يقدروا يرتفعوا لعنا، نحن دائما بدنا ننزل لعندهم، حتى وقتنا خانقهم بدنا ننزل لعندهم، فما بالك بالأفكار كثير بدنا نكون نحن نازلين لعندهم. بدهم يتفقوا الأم والأب إنه أنا لمصلحة هالولاد، نحن جبنا هالولاد مسؤولين عنهم، فأنا لمصلحة هالولد نتناقش أنا وياك، خلينا نحكي أنا وياك، هذا الشيء اللي عم تعمله أنت بتحبه لابنك، فأنا بدي أطلع الشغلات الحلوة اللي بالأب، أنت كريم، أنت حنون، بس هالتصرف الولد ما حيفهم. صح. ونفس الشيء الأم، الولد ما رح يستوعب إنه أنت ضل ببطنك 9 شهور وأنت قمتي على رعايته وعلى السهر، هو ما حيستوعب، هو عم يشوف التصرف اللي عم يشوفه هلا، فحاولي نظبط من حالنا، كثير حلو إنه نتفق نحن الكبار، لأن هذا الطفل ما ذنبه. هي الاتفاق بده يصير بين الكبار، لا. الولد لو ما سمعه رح يقراه. رح يفهم. طبعا اليوم الاطفال كثير اذكياء، يعني بتلاقي الطفل فهمان عليك شو عم بيصير، عندهم محاكمات، عندهم محاكمات فظيعه، فبتلاقي احيانا حتى اذا عم تتفرجوا على لوحه بالتلفزيون اي مشهد بيقول لك هيك صح وهيك غلط، فعم يقدر يحكم. فنحن ما نستسخف بعقل الولد، نحاول انه نحن نستوعبه يعني نقدر هالعقل اللي عنده، نقدر هالمشاعر اللي عنده، ونحاول انه هيك نوازن الامور. اما نساوي الامور 100% اكيد صعب، ما بتزبط. تماما. طيب رح نحكي عن هاي المشاكل اللي حضرتك ذكرتيها والضغوط والتفاصيل اللي ممكن تصير مع اي عائله، هل ممكن الطفل يحملها لمرحله خلينا نقول المراهقه بعدين النضوج، يتاثر بالشيء اللي كان يشوفه من اهله، فعلا يكون هذا الشخص نفس اهله ولا لا؟ ممكن يكون عم يحسن من نفسه كونه عم يتذكر صورة قديمة كان يشوفها خلال مسيرة حياته مع أهله. تمام. هلا مثل ما حكينا إنه أول شيء عندنا هاي الفترة من يوم لخمس سنين هي كتير بتأثر الولد. هاي اللي بتصنع الطفل. هاي اللي بتصنع الطفل. هاي لا بعدين بياخدها. نحنا على قد معاطينه دعم وعاطينه حنية، عاطينه اهتمام، هاي بتعطي مثل لقاح، بتعطينا مناعة. قد ما مرق مشاكل في رصيد الاهل عاملينه انه ماما بتحبني، بابا بيحبني، ما في هي تبعي وقت بتخانقوا اثنين والله لزتك والله لاترككم، صح هي بتعطي. اما بينما وقت انا بدي فهمه للولد انه انا في مشكله نحن كلياتنا بدنا نحلها، اكبر من 5 سنين فيه انا اقعد معه واحكي، خاصه بالضغوط الماديه انه نحن بدنا نحاول ندور على بدائل. تماما. بدنا ندور، انت حابب هاللعبه فينا نعمل شغله ثانيه، حابب تعمل رياضه انا ما قدران هلا سجلك بجيم، فينا نطلع نمشي ونشوف نحن مين اسرع بخطواته، فينا لوين نوصل المكان اللي بدك اياه، رح يكون لك هديه لطيفه، رح نروح للمكان الفلاني لعند رفيق بتحبه. بدي حاول اني يكون انا كثير مبدع بالافكار. وطبعا هي مو شغله سهله، المستمعين بده يقولوا انه مو قاعدين احنا انا اليوم مو بكبسه الزر بس نحن بدنا نحاول، مثل ما انا بحاول كثير اني انا اكون مرتاحه مع رفقاتي كمان اولادي لهم حق، مثل ما بكون انه مرتاحه بشغلي مع اصدقائي بالعمل زملائي بالعمل اني انا مرتاحه وابتسامتي على وشي كمان هالطفل له حق، له حق بين وبيحملها. نحن خوفنا مثل ما حكينا انه يحملها للكبر. هلا وقت تصل المشاكل للمراهقه في نسبه منيحه من المراهقين ممكن انه هل التعب اللي عنده يعبر عنه باذيه، طبعا يأذي نفسه، تلاقي ممكن يأذي نفسه انه يهمل دراسته، يهمل صحته، عداكي عن اي مغريات غير صحيه خارجيه غير نظاميه. تمام. هي كثير بتاثر. ممكن انه التقليد، انه رفيقي عمل هيك انا بدي اعمل هيك، فهو بيعمل شغلات احيانا غير واعيه بيساويها بس لحتى يلفت انتباه الاهل او لينتقم من الاهل انه انتم جبتوني على هالحياه وما اهتميتوا فيه
طب هي عقابكم. فنحن كثير بدنا ننتبه على هالعمر، عمر المراهقة بدنا ناخذه كمان لحظة، كمان بدنا نكون رفقات، بدنا نكون أصدقاء. المشكلة حتى الطفل لما بيصير مراهق ولما بيكبر بيصير بيحمل عقد أهله. طبعاً. أنا بصير بطل بدي أتزوج مشان ما يطلع مثل أكيد. بابا، مشان ما أعمل حياة عائلية سيئة. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك كثير على هالموضوع الحلو اللي لازم عن جد فعلا كل حدا عم يسمعنا يركز. الحياة مو بس حب وتزوجنا يعني. أكيد. شكرا كثير لك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.